مشاهدي قناة الحدث الرياضي، سلام الله عليكم. مواعيد مباريات الدوري الإسباني الجولة الثانية والعشرون، ونبدأ بمباراة القمة عن الدوري الإسباني لليغا الجولة الثانية والعشرون بمباراة برشلونة ضد فريق فياريال. آخر خمس مباريات بين البارسا وفياريال، أربع انتصارات لفريق برشلونة مقابل فوز واحد لفريق فياريال. مباريات قوية منتظرة نهاية الأسبوع السبت والأحد، وأيضا هناك مباراة يوم الاثنين. إذن تابع معنا الفيديو حتى الأخير، ولا تنسى الاشتراك في قناة الحدث الرياضي إن كنت جديد على قناتنا فهي قناتكم أيضا. موعد وتوقيت مباراة برشلونة ضد فياريال مساء اليوم السبت 27 يناير 2024، وتنطلق صفيرة البداية انطلاقا من الساعة 6:30 بالتوقيت المغربي، 7:30 بالتوقيت المصري، والثامنة والنصف بالتوقيت السعودي. أما بالنسبة لاحتمال الفوز بين برشلونة وفياريال، 72% فوز فريق برشلونة، 16% تعادل الفريقان، و 12% فوز فريق فياريال. أما بالنسبة للترتيب الحالي للفريقين بعد مرور 21 جولة، فريق برشلونة بمباراة مؤجلة يحتل المركز الثالث ب 44 نقطة، فريق فياريال يحتل المركز الرابع عشر ب 20 نقطة. الملعب الذي يحتضن المواجهة القوية بين برشلونة وفياريال ملعب مونجويك الأولمبي. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، إن شاء الله قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإسباني لليغا. إذن نتحول الآن إلى مباراة أخرى قوية في الجولة 22 من الدوري الإسباني لليغا، حيث لاس بالماس في مواجهة صعبة أمام فريق ريال مدريد. إليكم الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة فريق لاس بالماس ضد فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني الجولة 22، مباراة قوية. الموعد والتوقيت مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس مساء اليوم السبت 27 يناير 2024، وتنطلق صافرة البداية ابتداء من الساعة 4:15 بالتوقيت المغربي التونسي والجزائري، 5:15 بالتوقيت المصري، 6:15 بالتوقيت السعودي. أما بالنسبة لاحتمال الفوز بين ريال مدريد ولاس بالماس، 14% فوز فريق لاس بالماس، 19% تعادل الفريقان، و 67% فوز فريق العاصمة فريق ريال مدريد. أما بالنسبة لآخر خمس مباريات جمعت الفريقان، فريق ريال مدريد ضد فريق لاس بالماس، لا شيء لفريق لاس بالماس، يعني 0 انتصار، تعادل مرتان، وثلاث انتصارات لفريق ريال مدريد. أما بالنسبة للترتيب الحالي للفريقان، فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني ب 51 نقطة من 20 مباراة، يعني عنده ناقص مباراة مؤجلة. لاس بالماس ب 31 نقطة في المركز الثامن. الملعب الذي يحتضن المواجهة القوية بين ريال مدريد ولاس بالماس ملعب غران كاناريا، هو الذي يحتضن المواجهة مرتقبة بين ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني لليغا الجولة 22، ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على قنوات بي إن سبورت. الآن نوافيكم بمباريات الدوري الإسباني الجولة 22، ونبدأ بمباريات اليوم السبت 27 يناير 2024. أولى المباريات بين ريال سوسيداد ضد رايو فايكانو، تنطلق المباراة بدءا من الساعة 2 توقيت المغربي والرابعة توقيت السعودية. لاس بالماس في مواجهة ريال مدريد، تنطلق مباراة تلقي من الساعة 4:15 بالتوقيت المغربي، 6:15 بالتوقيت السعودي. برشلونة ضد فياريال، تنطلق المباراة ابتداء من الساعة 6:30 بالتوقيت المغربي، 8:30 بالتوقيت السعودي. ريال مايوركا ضد فريق ريال بيتيس، تنطلق المباراة انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي وعلى الساعة 11 بالتوقيت السعودي.
باقي المباريات تجرى مساء الأحد 28 يناير 2024. وأولى المباريات سيلتا فيغو ضد فريق جيرونا، تنطلق المباراة ابتداء من الساعة 2 بالتوقيت المغربي، 4 بالتوقيت السعودي. قادتش ضد أتلتيك بيلباو، تنطلق المباراة ابتداء من الساعة 4:15 بالتوقيت المغربي، 6:15 بالتوقيت السعودي. إشبيلية ضد أوساسونا، تنطلق المباراة ابتداء من الساعة 6:30 بالتوقيت المغربي، 8:30 بالتوقيت السعودي. مباراة القمة عن الجولة 22 من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد ضد فريق فالنسيا، تنطلق المباراة ابتداء من الساعة 9 بالتوقيت المغربي وعلى الساعة 11 بالتوقيت السعودي. وتبقى مباراة واحدة في الجولة 22 في الدوري الإسباني لليغا، وهي التي تجمع مساء الاثنين 29 يناير 2024، والمباراة بين خيطافي ضد فريق غرناطة، تنطلق المباراة ابتداء من الساعة 9 بالتوقيت المغربي والحادية عشر بالتوقيت السعودي. جميع المباريات منقولة إن شاء الله على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإسباني لليغا.